التشريح هو أفضل طريقة لتطوير الطب وزيادة المهارات الطبية في الجراحة. بفضل التشريح وصلت للعديد من النظريات والاكتشافات، منها أن التحكم في الصوت هو من عمل الدماغ، كما وعرفت الاختلافات بين الشرايين والأوردة وغيرها الكثير. أنا غالينوس طبيب يوناني، عشت في عصر الإمبراطورية الرومانية. أحببت علم التشريح، ولكن لم يكن لدي القدرة على ممارسة هذا العلم بسبب القوانين السائدة في عصري. أحببت الطب وأنا في سن 16 من عمري، وتلقيت علمي في تركيا، ثم درست علم التشريح في مصر في الإسكندرية لمدة 5 سنوات. في عام 162 سافرت إلى روما وأنشأت عيادة خاصة بي، كما وقمت بإعطاء المحاضرات لطلاب الطب. أصبحت الطبيب الخاص للإمبراطور ماركوس أوريليوس. قمت بكتابة ما يقارب 300 كتاب، جمعت فيها العلوم الطبية في العهد الروماني وما توصلت إليه من تجارب وعمليات.